لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. لنشاهد ماذا قال الإعلام العربي عن مقابلة الديربي اليوم والتي انتهت بفوز مثير لفريق الرجاء على حساب فريق الوداد بهدفين دون مقابل، حيث علق الصحفي المصري أحمد شوبير: فريق الرجاء يحسم الديربي ضد غريمه الوداد ويقلص الفريق إلى نقطة واحدة في الدوري المغربي، بينما علق حساب الأهلي المصري: الرجاء يفوز على فريق الوداد في الديربي بهدفين دون مقابل. كما علق إسلام علوي عبر حسابه الرسمي: الرجاء ينتصر على فريق الوداد وسط أخطاء تحكيمية من الحكم جيد، فيما علق حساب ريميسيا المصري: من ضربتي جزاء العميد محسن نسولي يقود فريق الرجاء لفوز ثمين في الديربي على حساب فريق الوداد. وعلق حساب قناة أبو ظبي الإماراتية: الرجاء يفوز على فريق الوداد بهدفين دون مقابل في الدوري المغربي، بينما علق حساب كورة السعودي: فريق الرجاء يحسم الديربي بثنائية محسن متولي على حساب فريق الوداد. ويذكر بأن مقابلة الديربي انتهت بانتصار فريق الرجاء بهدفين دون مقابل على حساب فريق الوداد، وذلك على أرضية مركب محمد الخامس في الجولة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية، ليتقلص بذلك الفريق إلى نقطة واحدة، حيث تشمد رصيد فريق الوداد عند النقطة 53 في المركز الأول، بينما رفع فريق الرجاء رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني.